وقت الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون مائل الحرارة على أغلب الأنحاء ومعتدل على السواحل الشمالية. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معنا على تليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. بقالنا تقريبا 10 أيام في موجة حرة، لحد ما بقيناش عارفين نرد على الناس ونقولهم الموجة الحرة دي هتبدأ تنكسر إمتى. هل فعلا خلاص هنبدأ اليومين الجايين ولا مستمرة معانا؟ بالفعل يمكن احنا على مدار الاسبوع الماضي كله حسينا بموجه شديده الحراره، او اثرت علينا موجه شديده الحراره بشكل كبير بسبب الكتل الهوائيه الصحراويه شديده الحراره اللي كانت بتاثر علينا. يمكن كمان امبارح الجمعه وكمان الخميس كانت ذروه هذه الموجه، يعني اعلى قيم درجات حراره سجلناها بالامس في معظم المحافظات من بدايه الاسبوع الماضي. اليوم هتنخفض قيم درجات الحراره عن الامس بمعدل من درجتين لثلاث درجات، لكن الطقس هيظل معاها طقس شديد الحراره خلال فتره النهار في الوجه البحري، القاهره الكبرى، شمال وجنوب الصعيد، وكمان بعض المناطق من جنوب سيناء. طقس حار على الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط. يمكن الاماكن الساحليه هي اقل حراره من المحافظات الداخليه، طبعا اجواءها بتكون اجواء ما بين المائله للحراره والحاره فترات النهار، خاصه كمان ان هيكون في نشاط لرياح ونسيم البحر يساعد بشكل كبير على تلطيف الاجواء في الاماكن الساحليه. فتره الليل طبعا مع غياب اشعه الشمس هيكون في انخفاض قيم درجات الحراره. اجواء فتره الليل هتكون اجواء ما بين المائله للحراره للمعتدله في اغلب المحافظات، لان كمان اليوم متوقع ان يكون في نشاط للرياح في معظم محافظات الجمهوريه، سرعاته ما بين 30 الى 35 كيلو متر على الساعه. هحس بنشاط الرياح ده بشكل كبير بعد فتره الظهيره، ده يساعد على تلطيف الاجواء، يساعد ان احنا نحس بقيم درجات حراره اقل عشان نبدا بشكل كبير نتاثر بالكتل الهوائيه الشماليه القادمه من على البحر المتوسط. انا عايزه اقول لحضرتك ان فعلا يومين اللي فاتوا كان الكتل الهوائيه دي ساخنه جدا لدرجه ان احنا كان ممكن نفتح شباك العربيه او شباك حتى في البيت تلاقي الهواء سخن جاي بشكل صعب جدا، يعني نقفله احسن ما نهوي. هو بالفعل ان الكتل الهوائيه الصحراويه اللي بتاثر علينا، يمكن بتاثر علينا لحد اليوم، الكتل دي شديده الحراره بشكل كبير. كمان هنلاحظ ان نسب الرطوبه في الكتل دي بدات تزيد غير الكتل الهوائيه اللي كانت بتاثر علينا في بدايات فصل الربيع. ده يساعد ان احنا نحس اكثر بارتفاع قيم درجات الحراره في الكتل دي. من بكره ان شاء الله الاحد هو يعني ارتفاع انخفاض مؤقت قيم درجات الحراره، بس هنبدا نتاثر بالكتل الهوائيه الشماليه، هنبدا نتاثر كمان بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا. ده هيعمل بشكل كبير على انخفاض قيم درجات الحراره، هيعمل على وجود سحب منخفضه ومتوسطه تحجب جزء من اشعه الشمس. فبكره الاحد والاثنين هيكون في انخفاض اخر في قيم درجات الحراره، وده بمعدل من 4 لـ5 درجات في معظم المحافظات. ده كويس جدا، يعني ناخد بريك شويه من الحر اللي احنا شفناه الفتره اللي فاتت. بالفعل يمكن ده هيقل عن النهارده، هيقل عن الذروه اللي احنا شفناها بالامس، فهنحس بالاجواء المعتاده في الفتره دي من السنه اللي هي نقدر نقولها ان اجواء الحاره فتره النهار، والانخفاض ده بنأكد في معظم المحافظات بالضبط، لان احنا عندنا المناطق الجنوبيه الموجوده في جنوب البلاد بتسجل قيم درجات حراره بتتجاوز 48 درجه مئويه، مع يوم الاحد هتبدا تسجل قيم درجات حراره متوقعه ما بين 41 و42 درجه مئويه. فكافه المحافظات هيشملها الانخفاض الطفيف والمؤقت في قيم درجات الحراره. بقول مؤقت في قيم درجات الحراره لان الانخفاض ده هيستمر معانا لحد والاثنين، والعظمى على القاهره الكبرى هتكون 35 درجه مئويه. هنرجع من يوم الثلاث بشكل تدريجي ترتفع قيم درجات الحراره، هتكون يوم الثلاث 35 درجه مئويه، ويستمر الارتفاع حتى نهايه الاسبوع ان شاء الله مطلع الاسبوع القادم، وتوصل العظمى مره اخرى للقاهره الكبرى ل 40 درجه مئويه. فبالتالي لازم ناخد بالنا بقدر الامكان، لان لسه في كمان موجه تأثر علينا نهايات هذا الأسبوع إن شاء الله. طيب أنا عارفة أنا يمكن بكون بس بقى الوقت شوية، لكن يعني الناس كتير هتسأل طب الجو في العيد هيكون إيه؟ هل الموجة الحارة اللي حضرتك تقولي في نهاية الأسبوع؟ ما إحنا مع بدايات الأسبوع إن شاء الله، كل سنة وحضرتك طيبة، ده بداية العيد إن شاء الله، هيبقى الوقفة يوم السبت والحد أول أيام العيد. طبعا كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير. هو ده طبعا متوقع، الخرائط بتشير حتى الآن إن إحنا مع نهايات الأسبوع ده، بداية الأسبوع اللي جاي اللي هو هيكون أول يعني الوقفة وأول أيام العيد، هيكون في ارتفاع في قيم درجات الحرارة وأجواء شديدة الحرارة خلال فترة النهار،
لان احنا متوقع العظمى مع نهايه الاسبوع ده توصل ل 39 و40 درجه مئويه، فبالتالي الفتره بتاعه الوقفه والعيد وارد جدا يكون فيها ارتفاع في قيم درجات الحراره، لكن ايضا وارد يحصل تغير في قيم درجات الحراره، وارد يحصل تغير في التوزيعات الضغطيه فيتغير معها قيم درجات الحراره. لكن حتى الان متوقع ان يكون في ارتفاع في قيم درجات حراره، وقيم درجات حراره تتجاوز ال 39 و40 عظمى للقاهره الكبرى. وطبعا كل ما تقدمت للمحافظات الداخليه كانت قيم درجات الحراره اعلى طبعا. كمان نسب الرطوبه احنا بدانا نلاحظ ان هي بدات تزيد في الجو. نسب الرطوبه عامل مهم جدا في احساسنا بقيم درجات الحراره. هي طبعا لسه ما ارتفعتش بالشكل الكبير زي رطوبه فصل الصيف، لكن زيادتها في الجو حتى لو هي اقل من فصل الصيف ده يخلينا نحس بقيم درجات حراره اعلى من اللي احنا بنقولها. يعني احنا لو عظمى على القاهره الكبرى هتكون 39 درجه مئويه، انا هحسها ولو تكون 40 او 41 نتيجه وجود نسب رطوبه في الجو. طبعا تعرض الاشعه الشمس فترات النهار ده يزود اكثر كمان احساسنا بارتفاع قيم درجات الحراره. فعشان كده احنا بنقول مهم جدا في موجه ارتفاع قيم درجات الحراره او حتى لو الاجواء معتاده لازم ناخد بعض احتياطاتنا عشان ارتفاع قيم درجات الحراره ما ياثرش علينا، واهمها ان احنا نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس في فترات الظهيره من 12 الظهر لحد الساعه 4-5 العصر. على مدار الفتره دي احنا بنسجل اعلى قيمه درجه حراره على مدار اليوم، هي ممكن بتكون ساعه او اثنين لكن شده اشعه الشمس تبقى عاليه بشكل كبير. فلازم باكد بس ان احنا نتجنب اشعه الشمس. لو انا مضطر ابقى موجود في الشارع في الفتره دي لازم يكون معايا اي شيء يحميني من اشعه الشمس بشكل مباشر. طيب. كمان مهم ان انا ما امشي تحت اشعه الشمس فترات طويله، لازم اغير درجه حراره جسمي ما بين الاماكن الظل واماكن اللي بيكون فيها شمس او فيها ارتفاع في الحراره. مهم كمان التناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، واهمهم طبعا الميه. الملابس بقدر الامكان تكون القطنيه الاستفاضه فتحت اللون، وعدم ترك اي مواد قابله للاشتعال في السيارات لو انا هركن السياره تحت اشعه الشمس في الشارع. ناخد احتياطاتنا بقدر الامكان لان احنا خلاص داخلين كمان على فصل الصيف. طيب انا بس خليني اسال حضرتك عن السواحل الشماليه، وخصوصا حضرتك بتقولي نسب الرطوبه مرتفعه، هل احساسنا بالرطوبه هتكون في السواحل الشماليه مرتفعه الفتره اللي جايه ولا لسه مش بالقدر يعني زي فصل الصيف؟ هو طبعا السواحل الشماليه وخاصه المطلة على البحر المتوسط يمكن هي بتكون اقل قيم درجات حراره في الجمهوريه كلها. كمان بيكون في نشاط للرياح بيساعد ان احنا نحس معاها بقيم درجات حراره اقل. هي بطبيعه الحال بتكون اعلى في نسب الرطوبه من المناطق الداخليه بسبب قربها من البحر المتوسط. فتدريجيا الاماكن الساحليه نسب الرطوبه فيها هتبدا تزيد زي باقي المحافظات الداخليه، وهتكون هي الاعلى طبعا من ضمن المحافظات الساحليه. بتبقى نسب الرطوبه فيها عاليه بتتجاوز ال 85% خلال فترات الليل، بتتجاوز ال 35% خلال فترات النهار، ودي ارقام هيخلوهم يحسوا بقيم درجات حراره اعلى. لكن دايما احنا متعودين على حاجه اسمها نسيم البر والبحر في الاماكن الساحليه، وجود نشاط رياح ده يساعد ان احنا قيم درجات الحراره ما نحسش بيها قوي، خاصه ان الفتره اللي جايه الاماكن الساحليه قيم درجات الحراره في بعض المناطق هتنخفض لاقل من ال 30 خاصه في العلمين ومطروح الاماكن الموجوده اكثر في الغرب. فهنقدر ان احنا نستمتع في الاجواء بالاجواء في الاماكن الساحليه، لكن برضو تحت الشروط اللي احنا دايما بنقولها او النصائح اللي احنا دايما بنقولها، بلاش التعرض لاشعه الشمس حتى لو الاماكن درجه حرارتها مناسبه، نخلي بالنا من التعرض المباشر لاشعه الشمس. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بيئه الارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معنا لحاله الطقس في برنامج صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره العظمى 39، الصغرى 25، العاصمه الاداريه 39، 24، اسكندريه 32، 21، العلمين الجديده 31، 21، مطروح 30، 20، دمياط 32، 25، بورسعيد 32، 25، الاسماعيليه 40، 24، السويس 39، 25، العريش 35، 21، كاترين 35، 16، طابة 38، 24، حلايب 36، 28، شلاتين 38، 27، شرم الشيخ 41، 30، الغردقة 41، 29، الفيوم 41، 23، بني سويف 42، 24، الوادي الجديد 46، 29، أسيوط 43، 25، سوهاج 44، 28، قنا 47، 30، الأقصر 46، 30، أسوان 48، 32،
وطبعا حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس النهاردة. هناخد بريك اليومين الجايين من بكرة وبعده، في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة من 4 لـ5 درجات، ده تقريبا يعني هنوصل ل 35 درجة بعد ما كنا امبارح 45، فطبعا ده يعني حاجة كويسة جدا. بس نخلي بالنا برضو ان من يوم الثلاث هتبدأ ترتفع مرة تانية درجات الحرارة، وناخد بنصايح يمكن الدكتورة منار غانم قالت عليها وكمان باقي زمايلنا. هرجع مرة تانية لمنة وعبدو علشان نكمل معاكم. انا مفيش كلام بيني وبينك لغاية ما درجات الحرارة تبقى تحت 20. تحت 20 ده في الشتاء بقى. مفيش كلام بيني وبينك. استنيني شهر 12 اللي جاي. شكرا ليك يا دي. شكرا ليكم.